السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثيرا ما نسمع من يقول إننا في آخر الزمان وأن القيامة قريبة منا، فهل يجزم بذلك؟ نعم، إحنا في آخر الزمان ما في شك، وأن القيامة قريبة. الله جل وعلا قال: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، هي قريبة الوقوع، لكن لا يعلم متى تقع إلا الله جل وعلا، لكن لها أمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها.